يوسف أنا آسفة. على وشه؟ ما توقعت بعد ما رميت هالكلمة يصير اللي صار، مع أني يوم رميتها كنت تضحك وكانت ردة فعلك طبيعية. شو اللي صار؟ صدقني يا يوسف، أنا ما توقعت أنهم يتهمونك. عادي، ما وقفت عليهم، أنا تعودت. تعودت على الخيبة ولا الخيانة؟ من خانك؟ تبين أسماء ولا يكفي أقولك إن كل اللي مروا علي بحياتي خانوني؟ أبوي، أمي، خطيبتي، واليوم أختي. وباكر الله أعلم من راح يخوني. ذكرتهم كلهم إلا بنتك أمها، معناته يا يوسف إنه في ناس ما خانوك. جوهرة، أنت شلون تتعاملين مع الخيانة بهالبساطة؟ أنا كذابة، أقول إني نسيت أو تنسيت، بس أنا عمري ما أنسى. عشان كذا ربطتي بمسلسلك الحب بالخوف؟ الحب وشو يا يوسف؟ الحب كله خوف بس طعمه حلو. احنا لما نحب نخاف انه يتركنا، نخاف انه يمل منا، نخاف انه يخلص مع الوقت بسرعه، نخاف انه يخوننا. احنا لما نحب يا يوسف اول شيء ندوره في الانسان اللي نحبه هو الامان. عمرك حسيتي بالامان؟ اقصد معاه الخيانة جرح، والجرح دائما يترك ندوة حتى لو طاب. الندوة هذه تذكرك فيها. يوسف، أنا جاي أقول لك آسفة، بجد أنا آسفة، ما كنت أبي يصير مشاكل بسببي. أنتي ليه واثقة أني ما قتلتها؟ لأنك موجوع مثلي، وأنت تعرف هذا الشعور زين. ما راح توجع أحد يا يوسف، ولا تقدر.